هذا الشاعر ابو زينب الياسين الله يوفقه يقول يقول محلى الولد لو كظم. الله 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 شلون حكى هذا؟ اعوذ بالله من عين الله تبكي عن السهره واولادها. اقعد شبيه مولا بین الرحمنس لائف تابوت سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی برآمدگی پرسہ پیش کیجیے بی بی کا مسلم کربلا کو. تعال حمود تعال آج میں دعائیں نہیں کر رہا آپ کے لیے کیونکہ شب شہادت ہے بی بی کی, اور پرسہ پیش کیجیے آپ سب بھی کیونکہ ہر روز دعائیں کرتا ہوں. کل آپ کے لیے دعائیں کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا, تو مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے مصائب بی بی کے سنی ہیں مجلس تھی, تو مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے میں آج دعائیں کر سکوں. بس آپ خود پرسہ پیش کیجیے, اپنی دعائیں آج آپ خود کیجیے. بی بی کا تابوت آپ کے سامنے ہے, حرم مظلم کربلا حرم مولا عباس آپ کے سامنے ہے, پرسہ پیش کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کرتے رہیے تاکہ ہر کوئی زیارت کر سکے. انشاءاللہ ابھی جلوس اعضاء حرم مولا حسین میں جائے گا اور حرم مولا حسین کے اندر سے آپ لائیو زیارت کر سکیں گے. Thank you.
جلوس تابوت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تابوت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی برآمدگی اور تابوت جناب محسن علیہ السلام کی برآمدگی جلوس عزا حرم امام حسین کی طرف روا دواں پرسہ پیش کیجئے مظلوم کربلا کو ان کی والدہ کی شہادت کا دعائیں آج نہیں کر سکتا میں اور آئیے تابوت جناب محسن علیہ السلام کی زیارت کرواتا ہوں آپ لوگوں کو مظلوم کربلا کو پرسہ پیش کیجیے ان کے والدہ کی ان کے بھائی کی شہادت کا ماں اور بیٹے کا تابوت ایک ساتھ
घर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बीबी के कातलों पे लानत करते जाइए और शेयर करते जाइए वीडियो को। घर में आइए मिलके पुरसा पेश करते हैं मजलूम करबला को उनकी वालदा की शहादत का। ताबूत सैयदा फातिमा घर में इमाम हुसैन में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि शब शहादत हर कोई मजलूम करबला को उनकी वालदा का पुरसा पेश कर सके। Thank you.
سب مومنین منا جتنے بھی کمنٹس کر رہے ہیں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور میں مولا حسین میں موجود ہوں شب شہادت جناب سید السلام علیہ، مولا آپ سب کی حجت فرمائے، مولا سب کی مشکلات حسن فرمائے، مجھے میں کمنٹس نہیں پڑھ سکتا آپ سب کے، بيده وادخلوه الجنة.
فتوى لهذا التشكيل، وغدا عند أمير المؤمنين. والشكر موصول إلى ناصر الزهراء المرجع اليعقوبي الذي سن هذه السنة المباركة. لبيك يا فاطمة. يا الله أحباب الزهراء، هنيئا لكم أحبتي، سريحوا كل من مكانه يسريح. الله يحفظكم، الله يتقبل منكم ومنكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على مظلومة المغصوبة حقها. ما أقدر أقرأ لك أبيات مقدمة لأن الوقت ضيق. يا أبويا يا ليت عينك شاهدتني. الزهراء تشتكي إلى رسول الله. بويا يا ليت عينك شاهدتنا وشافت الصار. بويا يا بويا من اختار كل واحد القهار. بويا هجمة علي ونبت وبو الصدر. اي رحم الله من نادى وفاطمة. أيوة سيدتي. بويا هجموا علي ونبتوا بالصدر مسمار. أقول حتى ما أقول يكسر قلبك هذا البيت. يا بويا وصوت قنفذ سوى بمتني يرسو. واويلاه واويلاه. يقول عندما الزهراء صلوات الله عليها جهزت الحسن والحسين، قالت أماه نور عيني أبا محمد أبا عبد الله اذهبا إلى قبر جدكما رسول الله، وابتهنا إلى الله بالدعاء لي. راح الحسن والحسين، لحظات رجع الحسن والحسين. أسماء يقول سمعت من الزهراء أن لا يدخل عليها أحد ما دام الزهراء تقرأ القرآن، لكن إذا خفت صوتها ناديني، إن عجبتك فاعلمي أنني على قيد الحياة، وإن لم عجبك شنو النتيجة؟ إني التحقت بأبي رسول الله. أسماء نادت سيدتي فاطمة نور عيني يا ابنة رسول الله، ما سمعت جواب. بهاللحظات طرقت الباب الحسن والحسين. أسماء أخذت تكلم الإمامين الحسن والحسين، تعالى يا نور عيني أضع لكم الطعام. قال يا أسماء من أين علمت أن نأكل الطعام ولم تكن معنا أمنا فاطمة؟ قالت أمكم فاطمة نائمة لتستريح. قالوا يا أسماء خرجنا من الدار وصلنا إلى قبر رسول الله. اسمعوا اسمع اسمع إمامك الحسن والحسين. سمع هاتفا من السماء قد جاء يتيما فاطمة. أيوة سيدتي. يا بدخل الحسن والحسين نادى أمه يا فاطمة كلميني. الإمام الحسن ما سمع جواب. يقول رفع يدي الزهراء سقطت إلى الأرض. قال أبا عبد الله عظم الله أجرك بأمنا فاطمة. أمير المؤمنين
يقول: والعيش الذي عاشه رسول الله كسر قلبي حسين. نقول له: بس كاسر قلبك كم كاسر قلبك الحسين؟ كسر قلبي حسينا ينادي الله يا فاطمة كلميني أنا حبيبك الحسين. لم يسمع جواب من الزهراء أخذ يقبل الزهراء في باطن القدم، ها مو فوق القدم، باطن القدم، وينادي أمه: يا زهراء أنا عزيزك الحسين، كلميني قبل خروج روحي من بدن. اي انا حسين يا ام حسين قومي. الله الله الله. انا حسين يا ام حسين قومي، مشتاق لش نحر البيت شمي يمه. والله كلمة اليمة حلوة وبها طعم. يمه احلفك بالوقع من ضكك الباب، تحاكيني واريد انش تقعدين. يقول الحسين: انا المندون اللي بحل حضن البير. عمت عيني سيدك. انا المندون اللي بحل حضن البير، عجيبه من البواكي ما عمت العين، عجيب من مثل ام عجيب منين يا يمه يا يمه، عجيب منين مثل ام عجيب منين، ابكر صبح ومسيه كنت احضنها. انا ارجع الزينب حتى المله يكمل اروح لكم فدوى ان شاء الله. يقول زينب: تعلقت باذيال امير المؤمنين. الله لا يفجعكم ابو عزيز، شايف من تطلع الجنازه، ها تطلع الجنازة من البيت شي يصير بحالك؟ الله الله الله. يقول زينب: تعلقت بأذيال أمير المؤمنين. أبا يا علي، يا علي وين ماخذ أمي فاطمة؟ يا علي وين تقول تقول تبعت النعش واركض وراها؟ اللي فاقد لأمه يحس بهاي اللوعة، شو تقولون سادتنا أبناء الزهراء؟ جمعت النعش واركض وراها أو كلبت مديال الخدا. صحت يا شيال النعش لا لا تشيله، أنا فراق الوالدة ما بي أحد. أكسر قلبك بعد لولا. أنا فراق الوالدة ما بي حالة، هان عليك يمك فارقين يا يمه، هان عليك يمك فارقيني يم الحسن يا نور عيني. 7 سنين عمرك يتميني. أريد أنه عليك الحسين، انت بحرم الحسين. مصايب شافت الزهرة بعصرها، يعذرني فرج الله صاحب الزمان هو المعزى أبا عبد الله، انت تسمع سيدي. مصايب شافت الزهرة بعصرها، ما عرفت صبح من، جاوبني، ما عرفت صبح من. اقول هلا لا بين الباب والحائط، عصرها عصرها او نبت المسمار بضلوع الزكية. ايه اي والله نبت المسمار بضلوع. وين عمل زهرة مظلوم، يلا من حسين.
Thank you.
اجازت چاہوں گا تمام مومنین و مومنات سے، انشاءاللہ کل لائیو آؤں گا، آپ کے لیے دعائیں کروں گا، آج غصہ پیش کرنا ہے مولا کو، ان کی والدہ کا، اس لیے دعائیں نہیں کر سکتا آج، ہر روز آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، معذرت چاہوں گا آج، بس اتنی دعا کرتا ہوں، آج میں امام حسین میں کھڑا ہوں، مولا حسین کی چھت کے نیچے کھڑا ہوں، مولا سب کی مشکلات سن فرمائے، اور جو جو آپ نے دعا کے لیے کہا ہے مولا وہ سب قبول کرے آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.